بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جميل قوي قوي النهارده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والائمة الأجلاء، السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البدايةِ ان اتوجه بالتهنئه لشعب مصر العظيم ولكافه الشعوب العربيه والاسلاميه بمناسبه ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطره بالخير على الشعب المصري وعلى جميع المسلمين في كافه انحاء الارض وبالأمن والسلام على البشرية جمعاء. الحضور الكريم إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته السمحة واتخاذه قدوة في الأخلاق الكريمة وأن نكون جميعا على ضربه القويم حيث كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا واصفاهم نفسا واحسنهم معامله كان خير الناس لاهله وخير الناس لازواجه وخير الناس لابنائه وخير الناس لاصحابه وهو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي لقد تعلمنا من ذي الخلق العظيم في سيرته العطره ان مجمل حياته واخلاقه كانت ترجمه حقيقيه وتطبيقيه لاخلاق وقيم القران الكريم وان من اهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهه الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كلل او ملل حتى نستنفذ جميع الاسباب والفرص المتاحه ولا يخفى عليكم اننا نمضي معا في طريق التنميه والبناء في مرحله غايه في الاهميه تمر بها مصر في مرحله قوامها العمل والانتاج بتفان واخلاص للوصول الى افاق جديده للمستقبل المنشود لوطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من اسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بداناه ودعما لجهود الدوله التنمويه من خلال المشروعات القوميه العملاقه في مختلف المجالات على امتداد رقعه الوطن واؤكد لكم ان المنهج الذي يجمع بين الايمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الاخذ بالاسباب باسباب الحياه وقوانينها وتطورها لهو المنهج الرشيد الذي حرس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وبثه وبثه في نفوس اصحابه الكرام وتعليمه لامته صلى الله عليه وسلم. السيدات والساده ما احوجنا ونحن نحتفي بذكر مولده صلى الله عليه وسلم ان نقتدي باخلاقه عليه الصلاه والسلام فنحرص على مكارم الاخلاق من الصدق والامانه والوفاء بالوعود والمواثيق والرحمه والتكافل والتراحم وان نترجم تلك المعاني الساميه النبيله الى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا ونبتعد عن كل مساوي الاخلاق التي لا تليق بنا ولا بديننا ولا بحضارتنا كما يتعين علينا ان ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رقيب عتيد فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه سعين إلى الاضطراب والفوضى ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون الى النقد البناء بهدف التعمير والاصلاح، وانما الى اثاره الفتن والاكاذيب بهدف الهدم والافساد. وختاما فانني واثق كل الثقه في الله عز وجل، وتوفيقه لمصر وشعبها، وفي تحقيق امالنا جميعا في بناء جمهوريتنا الجديده التي نتمنى ان ينعم فيها شعبنا العظيم، بحياة كريمة آمنة بإذن الله بإذن الله تعالى أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومصرنا ومصرنا الغالية في تقدم ورفعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته